كان راسا كان يقول له رشاشاتكم ويا رشاشتي انا مسدس وهن قاموا يخرطان علي. راح نبدا من بغداد. مشاجره حصلت بين جارين يعني بيوتهم قريبين على بعض، طبعا بسبب حصوايه انه كسرت نافذه احد المنازل. على اثرها قام صاحب المنزل بالهجوم المسلح على عائله جاره حتى قتل امراه وطفله من اقاربهم، وكانت طفله اخرى ايضا مصابه، اضافه الى ذلك تم جرح 4 أشخاص آخرين في هذه المشاجرة اللي سببها نقدر نقول تافه جدا. طبعا رادوا يحلون الموضوع وديا، ولكن يبدو أنه منحل وتوسعت المشكلة وصارت حالة يعني حالات قتل وإصابة لناس لا زالوا في المستشفى. عمر كريم مراسلنا في بغداد زار هذه العائلة المنكوبة وتحدث إلى أهالي الضحايا، وكان هذا الحقيقة المشهد المأساوي اللي نشوفه. خلونا نشوف. جهال وين اوديهم يتام؟ هو الموضوع على شنو صار؟ الموضوع قلت لك على حصوايه طح. حصوايه؟ حصوايه هاي تسبح بعض الحمام. جهالها ويردون يروحون للزياره. اياه قال لعمي حصوايه طح، قال لعمي جهالها هاي بالحمام يردون يروحون للزياره، واي واحد محضر راح للبيت وياه، قال له تعال اهل الحمام واهل الطيور تدافع او ما ادري شنو هي. هي وطبوها ناس طرف ثالث خذوهم وراضوهم وقرايبه وما ادري شنو هي. يعني صارت مشاجره عاديه بالبدايه؟ اي عاديه. وراضوهم غالب من ورا حصوايه؟ على حصوايه وهموش منهم. خلوا رجع راحوا طيحوا ناس على ناس، خلوا الناس قاعده وعد ما طيحوهم خابرهم موبايلهم ما يعني خلوا الزلمه هناك يعني. هناك واجوا هم رجعوا؟ اي أي. احنا قاعدين بالحوش. انت موجوده حضرتك؟ اي موجوده. موجوده هو دقية من هناك من الباب. يومكم خطار كانوا؟ كنا خطار. هي بتي بت قاعده هاي مال البنيه اللي ماتت. اي. ونسيبه بت الاخرى هاي تريد جايه من هناك ولد من الفتله من هناك عسكري هم دباه يريد يمشي. يلتحق بكركوك خطيه. والطفله الصغيره بتها خطيه؟ اي. بت لا. بت اختها. بت اختها. اي. كنا قاعدين بالحوش اول ما ايام نسمع الحوش طلعت عليه قلت لها خرب قرار خوان وجيران عشره عمر خلوا هاي المشي الجارات والجهال وما ادري شنو ويا ما هاي كان يقول جبني هنا ضربك؟ ضربنا لا وضربنا هنا وتفرنا هيك دفره وقلبنا بالباب ما حسيت لا كبيره وشيلت طاحت بديهم راحت اخوه خذ الشيله ذاك هذا الكتل بالرشاش خشيت زين اجت الرشاشة سووا من هذا صار الدق والولد ذولا هنا هذا الولد اللي ماتت بنيته تدافع ويا قال لعمي ايش عندكم؟ احنا ناس خطار شنو الطلابه؟ شنو العرق؟ كان راسا كان يقول له رشاشاتكم ويا رشاشتي انا مسدس وهن قاموا يخرطان علي بالحوش انتم بالحوش كلكم موجودين بالحوش لا حول ولا قوة بالحوش بالحوش وحق ربك وعباده بالحوش قلنا قام يخرب لا كلها شلون الدجاج طاحت البنيه ماتت بحينه وبتي بحينه وذول ركضوا بهم للمستشفيات كم واحد بالمستشفى؟ اثنين هس اثنين بالمستشفى؟ اثنين توفوا اثنين توفوا وهذا الولد هذا اللي ماتت بنيته لا صوب ايده ظهره كله شظه وراسه ولدته اللي ماتت هاي ابو زهره لا سنين عمرها هاي دفنوه سوية البارحة حضر خالد سوية دفنوه الإجراءات القانونية اللي الإجراءات القانونية والله قدمنا الشكوى عليهم يعني بالمحكمة وإن شاء الله تأخذ حقها الدولة ونريد القصاص منهم القصاص